بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث راح نتناول فيه موضوع اللي هي الـ Objects، كيف أضيفهم. موضوع الـ Objects اللي هو في عندي مقسمين لأكثر من كاتيجوري: Nature و Transport و Sound Effects، في عندي Light Outdoor، في عندي People وعندي Indoor. الـ Nature من هون أنا عندي الكاتيجوريز موجودة، في عندي هون إذا بدي أعمل import، بس هذا موضوع منفصل رح يكون له درس خاص. اخترت أنا مثلا nature وحبيت أن أضيف أي object، بقدر أجي أعمل place object وأضيف ال object. طب إذا هذا ال object أنا ما عجبني بدي أغيره، بقدر أكبس على ال object نفسه وأختار من المكتبة أي object تاني أنا بشوفه مناسب. أختار مثلا هاي الشجرة، تلقائيا أول ما أضغط عليها أختارها طوالي بعملها place. في عندي هون مكاتب كاملة، سواء كان عندي small medium large، في عندي الباين والبالم تريز جراس، في عندي مكاتب كاملة، كل مكتب لسه فيها امتداداتها يعني أشكال تانية. بقدر أجي أضيف من هون بترفلايز، أول ما أضيف طوال بلاحظ إنه بتكون عندي شغالة. فأنتو هون هذا الإشي بتركه لإلك إنك تستكشف الأشكال الموجودة عنه هون. وأي أوبجكت بيعجبك تقدر تضيفه هون على قائمة الفيفوريت، يعني هاي الشجرة عجبتني، بعمل هيك تطلع عندي قائمة بتصير الفيفوريت، فبالمستقبل بقدر أضيف أي أوبجكت أنا بدي إياه، خلاص بتصير زي في مكتب الفيفوريت لإلك. خلينا نحكي على الموضوع اللي بعديه. لو جيت على ترانسبورت بقدر أضيف نفس الإشي، أنا مركبات كاملة هون. أنت هنا عمال بعمل بس نافيجيشن قدامك مشان تشوف الأشكال. في عندي تراك فانس، في عندي حتى المركبات الطيارة، في عندي بقدر أضيف ساوند. الساوند موضوع كتير حلو. هون بس مجرد أنت ما تضغط على الأيقونة بيطلع لك. أنا هون بدي مثلا خلينا نحكي ثينكس، أنت بتحط يعني الأشكال اللي بدك إياها وبتسمعها. فأنت أي صوت مثلا، خلينا نحكي صوت مثلا مركبة موتور بايك، بضيفه مثلا هون. خلينا نضيف مثلا موتور بايك من هون، سيارة، خلينا نحكي سيارة، نحكي زي هاي السيارة. إذا ضفت كمان أكتر من سيارة هو بغير لون لحاله، يعني اختار أشكال وألوان تانية منها. أول ما أقرب بزيادة هنا بصير أسمع الصوت. طيب الموضوع اللي بعديه، فأنت بتضيف الأشكال الأصوات اللي بتناسب الشغل تبعك وما تبالغ فيها. الإفكتس بقدر أضيف مثلا مية نافورة أو فاير فوق سموك. عند الليفز بس بنصحك خاص نص موضوع السموك الفوق ما تبالغ فيهم. أكتر مرة جربتهم كانوا يبطئوا معي الويندر، يبطئوا مليح يعني كتير مش شوي، بالتالي يعني دير بالك وانت بتستخدمهم. اندور في عندي اللي هي الشغلات اللي ممكن استخدمها بشكل كامل داخل البيوت، ممكن استخدم يعني بتقدر انت تكملها لحالك اذا بتحب تشوفهن. بقدر استخدم الاوتدور او هاي الاوتدور، بعدها نرجع للبيبل. في عندي مباني كاملة تقدر تستخدم مباني بشكل كامل، في عندي شغلات الكونستراكشن والاندستري واللايتنج، في عندي حتى فيرنتشر ممكن تستخدمه، مكتبات كاملة من الفرنتشر وحلو كتير بالشغل. حتى هاي الساينز للشوارع، ستوراج، يوتيليتيز، ويست. فانت اشكال بتشوفها حتى اذا بتحب رح تضيف مصرف مثل على الارض. هاي الاشكال الموجودة عندي بلوم 106. البيبل في عندي انيميتد بيبل، عندي ستاندين ستيل يعني ناس واقفين مكانهم، في عندي ناس جالسين، في عندي ناس بيمشوا. بني ادم بيمشي عندي هون بكون موجود، تلاحظ انه اجريه بتحرك وجسمه حتى بيحاول انه يتحرك. فاحنا نتعلم كيف نعمل انيميشن. بقدر نعمل مثلا بني ادم اول مع جروب مع بني ادم تاني مع بني ادم ثالث بيحكوا مع بعضهم بعض. فانت بتوزيع بني ادمين دير بالك ما تبالغ فيهم، حاول تخليهم بعاد شوي صغيرة عن بعضهم بعض. تعمل لك جروب تنين ماشي مع بعض، ثلاثة ماشي مع بعض، احسن ما تخلي المشروع كامل مليان يعني كلياته بني آدم بني آدم، تحس إنه خلص الإشي صار ممل أو إنه مبالغ فيه. Lighting and Special Effects إذا بتحب تضيف أنواع إنارة.
يعني في عندي هون إنارة، بحس إنه اللي بيستخدم برنامج الماكس بيعرفوا ضباب الـ IES، بتقدر هاي تشبههم شوي صغير لحد ما تقدر تستخدمهم، بس إن هون مش راح استخدم أي شيء. هاي الجزء الأول من الجزء الأول من الدرس. الجزء الثاني بدي أحرك أي أوبجكت من هدول، لازم أختار الكاتيجوري تبعته، بعديها أختار الموف. مثلا هاي موف شو بعطيني؟ بعطيني الأيقونات الموجودة بس على objects اللي جوا الكاتيجوري اللي أنا مختارها، فما بقدر أغير مكان إنسان أو مثلا سيارة أو صوت أو الفوق. لا، أنا هون ماسك بس شو الشجرة، فبغير مكان الشجرة بالموف، بقدر أعملها size أو scaling، بقدر أعملها مثلا move up أو move down، بستعمل undo لهذا الأمر، بقدر أعمل rotate بالزاوية اللي أنا بدي إياها. حبيت أغير البني آدم، بروح على قائمة البيبل، بعديها موف، مثل هذا بني آدم هون، هذا ما يلفش وجهه عن هاد، أعمله شوية روتيت، هذا بدي أعمل روتيت واقف بحكي معهم، بحكي له خد لي موف. هيك مثلا صار في عندي الثلاثة مثلا واقفين مع بعضهم بعض عن طريق الروتيت والموف روتيت وموف. بس هلا إذا جيت على القائمة اللي بعديها اللي هي كونتكست منيو، إذا كبست على الكونتكست منيو واخترت أي أوبجكت، بحكي لي بدك كونتكست، يعني أغير لك بالسلكشن ولا بالترانسفورميشن؟ بحكي له بدي بالسلكشن، بحكي لي سلكت أول سيميلر، هاي سلكت أول سيميلر، هاي اختار كل البني آدمين اللي بيشبهوه، بقدر أحكي له ديليت، هاي ديليت، فعل ديليت، بس بدي أختار أي بني آدم، مع إنه مختار الأزرق مختار الكل، أنا بعمل ديليت بختارهم كلياتهم، هاي أندو. بقدر أجي أحكي له لأ كونتكست منيو، اخترت الأول سيلكشن، بعد ما كنت عامل سيلكت سيميلر كان بإمكاني أعمل دي سيلكت، سيلكت أول سيميلر كاتيجوري، كل الكاتيجوري تبعت البني آدمين أمسكها وأعملها ديليت للأول، هاي كنترول زد أو أندو. طيب إذا جت عندي على الكونتكست منيو كبست على إنسان، قلت له هالمرة ترانسفورميشن، ترانسفورميشن بقدر أتحكم مثلا بالسيم روتيشن، كلهم ياخذوا نفس الروتيشن، كلهم يخطوا راندومايز، كلهم بليس اون جراوند ولا سيم هايت، اني اعملهم لوك للبوزيشن، ريست سايز روتيشن. ما في هون ايقونات انت ممكن تستخدمها وتجربها لحالك. لو قلت له سيم روتيشن بحاول اعمل اي اشي هون فيهن الاين، صراحة نادرا ما استخدمهم، فبالتالي ممكن يعني تتفرج عليهم تستخدمهم او تقرأ عليهم على اليوتيوب بشكل اكبر، بس هو موضوع شوي صغير مثير للاهتمام. less in ground إذا كانوا طايرين، مثلا في عندك أي object طاير، بقدر أجي أحكي له selection، مثلا select all، select all similar، بدي أجي أحكي مثلا خذوا لي transformation، خذوا لي same rotation، نجرب، كلهم أخذوا نفس ال rotation، صاروا زي العسكر هذولا. طيب ممكن أحكي له مثلا same height أو place on ground أو align، مثلا والله مش عارف align لشو هم عملوه، بس بغض النظر هاي undo undo undo. اوكي بقدر اجرب بعديها مثلا edit properties، بس edit properties اللي هي coloring هون راح تكون coloring البني ادم، بس مش معني اعمل coloring، انا معني اعمل coloring لاشي تاني. هون رحت لكاتيجوري الشجر، خلص نرجع بني ادمين، نعمل deselect all selection deselect all، نروح للشجر نفسه، هاي عندي مهمة edit properties، بقدر اجي احكي له ال color selection hue، اني اتحكم بالوان الشجرة نفسها، بقدر اخلي الشجرة شمال هذا بلانة، قديش كمية الاخضر الموجود عندي بالشجرة، فبالتالي بقدر اخلي الشجرة تتغير لونها، قديش قوة الخضر تبعها، فبالتالي بقدر اغير على نوعية الشجرة اللي انا بدي اياها. هذا اشي جدا جدا مفيد بحال انك انت كنت تستخدم انواع شجر، مثل هذا النوع عاجبك نوع الشجرة بس لونها مش حاسه مناسب جنب هاي، بقدر اروح من هنا اعمل مثلا هنا selection deselect، اروح على attributes او context لإلها، شو اسم الايقونة edit properties، احكي الجرين مثلا بتتحكم باللون تبعه، بس احاول اعطيهم تري مثلا لون قريب او لون متشابه. هلا اخر شيء بدي حابب اختاره،
خلينا نشوف context menu من هون selection deselect. موضوع اللي هو move mode، بقدر أن أختار أي object أنا بدي إياه من الفلاتر، ما بدي أختار هون عمل لي طبعا أيقونة على كل إشي موجود عندي بالمشهد، فأنا بدي أتحكم هون بأي إشي، أتحكم بأي إشي ما عدا الأشكال، مثلا ما عدا البني آدمين، بحكي له بالفلتر ما بدي البني آدمين، هاي شلت الكاتيجوري. فأنا اخترت مثلا هاي كبست كنترول، اخترت مثلا الشجرة الثانية كنترول الثالثة أو الفوق أربعة خمسة، بقدر أتحكم بالبوزيشن تبعهم. حسيت إنه مثلا شوي صغير مرتفعين الأرض بحكي له صفر، كلهم صاروا مرتفعين كلهم على الأرض بالضبط جايين، مثلا 500 بالتالي كلياتهم راحوا بهذيك المنطقة، بحكي له آه مثلا 100، لا 260 زي ما كانوا، بالتالي بكون في عندي البوزيشنينج تبعهم كامل متكامل تغير. وهكذا هذا الاشي يعني الاستخدام الرئيسي لها اللي هي الموف مود. بقدر احكي له بليس مود، و بقدر اني اجي اختار الشجرة، جيت بدي اختار شجرة من الشجرات، ناخد هاي، اذا كبست على الت حركت باخذ لي طبعا منها نسخة تانية، يعني الالت كبست على الدراج على اللفت كي من الماوس بعملها يعني موف. بقدر اكبس حرف الار بتملي ضغط عليه مشان يعمل روتيت، حرف الام مشان يعمل ريموف اشكال بدي اياها، اتوقع ال بيعطيني سكيل، هاي اللي هي الاتش اللي هي الهايت، اتش اللي هي هايت، بتاع اختصارات ال و اتش والام اللي هي الموف والار اللي هي روتيت. هيك هي انتهى الدرس الثاني اللي هو موضوع الاوبجكت، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله الدرس الثالث الرابع ممكن حتى الخامس نسيت بتناول فيه موضوع الماتيريالز. تقدر تتابع كل الفيديوهات ان شاء الله راح تنزل عنا على الجروب وبرضو على البيج الخاصة فيي الجديدة، وبرضو راح كلها تنزل على قناة اليوتيوب بإذن ربنا. وهيك بحكي لكم يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.